أكيد في بداية كل حلقة من حلقاتنا ما بننسى الفقرة الرياضية، لأنه ما بيكمل صباحنا إلا لما ناخذ هالجرعة، جرعة من النشاط، جرعة من الحيوية. فلذلك الآن سنشاهد معا تقرير رياضي ونواصل حلقتنا لليوم. صباح الخير مشاهدينا، رجعنا لكم مرة ثانية في تمرين ثاني وبعضلة ثانية. أخذنا الحلقة الأولى عن البايسبس، هاي الحلقة راح نعملها عن الترايسبس، العضلة اللي مسؤولة عن مد الذراع في التمرين. الترايسبس من اسمها تراي، تراي معناها عندها ثلاث رؤوس، مقسم التراي لثلاث أقسام اللي هي اللونج هيد أو العضلة الطويلة، والميديال هيد العضلة الداخلية، واللاترال هيد اللي هي العضلة الخارجية. رح ناخذ لازم نعرف تشريحها عشان نعطي تمارين عليها بتناسبها ونعرف كيف نضخم هاي العضلة أو كيف نبينها معاك. رح ناخذ بعض التمارين لأول عضلة اللي هي اللونج هيد. اللونج هيد اللي هي العضلة اللي بتكون من ماخذة من الكتف، اندغامها بالكتف، والطرف الثاني من الوتر بيكون في الكور. اللونج هيد من أقوى العضلات وأكبرها حجما بالتراي، غير اللاترال هيد أو الميديال هيد. اللونج هيد راح ناخذ هو أقوى تمرين إلها اللي هو سكال كراشر اللي هو محطم الجمادل. هذا التمرين من أشهر التمارين وأحببها لكل اللاعبين لأنها بتعطي قوة وضخامة في نفس الوقت. خلينا نورجيكم التمرين. راح نستخدم إيزي بار معنا، راح أقعد معاكم مقطع جانبي عشان تبين معاكم الزاوية. راح أكون نايم على البنش كامل، الذراع ممدودة، بدي أحاول إنه الكوع يكون معنا ثابت، ما بحركه يمين أو شمال، لا ثابت، وبحاول إن أرجع إيدي شوي لورا عشان تنزل مش لبعد الراس مش على الجمجمة. راح تنزل لهون، نطلع الكوع ثابت زي ما أنتم شايفين معنا. هذا اللونج هيد ترايسبس من أقوى تمارين التراي اللي هو محبوب عند كل الرياضيين. زي ما أخذنا عن اللونج هيد راح ناخذ نعرف إيش هو الميديال هيد أو اللاترال هيد. ميديال هاد تشريحيا أي إشي داخل للجسم يعتبر ميديال، لاترال أي شيء خارج من الجسم أو برا من محور الجسم يعتبر لاترال هيد. ميديال هيد اللي هي الداخلية، ميديال هيد تعتبر المسكة تبعتها كل ما بعدنا إيدنا لبرا بتقرب الزاوية للعضلة للميديال هيد، كل ما قربنا إيدنا للداخل برضو بتطلع الزاوية لللاترال هيد. إذا قلبنا إيدنا لهون راح تلعب الزاوية لا اللاترال هيد، ميديال هيد راح تكون زي الريفيرس هون راح تلعب راح تكون للميديال هيد. لما حكينا احنا ثلاث عضلات لازم احنا نعرف نلعب اي عضله فيهم عشان التراي خصوصا هي ضعف عضله الباي. الباي كل بحب يلعبها والكل بحب يعني يعطي كل اهتمامه فيها مع انها بتكون حجم صغير من الترايسبس. خلينا ناخذ هون على الكيبل نعمل تمرين للترايسبس نشمل فيه اللاترال هيد والميديال هيد. خليكم معنا هون على التمرين، على التمرين الكيبل راح نعمل ضيق، قلنا نقلب ايدينا لجوا، هذا للتراي ترايسبس اللاترال. راح نلعب هون ضيق، راح ننزل بالوزن للاخر، كوعي راح يكون ثابت، بحاول اني اقدمه عن جسمي شوي، ما اكون لورا عشان ما اقصر الرينج اوف موشن، لا انا بخليها على مستوى جسمي لقدام شوي، بنزل كامل وبطلع للمنتصف او فوق المنتصف. زي ما اخذنا مع الباي، اهم شيء في التمارين هي الوضعيه تبعت الجسم. ما بقدم حالي كثير اخلي الصدر والكتاف يلعبوا معي، وما برجع حالي كثير عشان اخلي المدى تبعي ضيق. لا بخلي وضعيتي في مستوى مايل خفيف عشان انزل كامل في المستوى يعني مشابه للجسم، مش لقدام كثير، لا مستوى طبيعي راح العب فيه التراي. هذا بيساعدني اني اخذ
احسن رينج اوف موشن واحسن قوه للتراي. راح ناخذ عكس هاي اللي هي الميدل هيد. طب انا لما اطلع على التراي بلاقي انا اللاترال هيد مبينه واللونج هيد برضه مبينه، الميدل هيد ما بتبين معي. الميدل هيد بتكون هي العضله متخبيه تحت اللي هي اللاتر، المتخبيه تحت العضله الطويله تبعت التراي اللي هي اللاترال هيد. راح ناخذ تمرين اللي هو ريفرس جريب، خفوا زي هون، نمسك قلنا نطلع ايدنا لبرا علشان نلعب لل الميدل هيد الريفرس. راح ننزل برضو وقفتنا مستوى صدري لقدام شوي، بنزل كامل وبطلع لفوق المنتصف شوي وانزل كامل. هيك راح نستغل الميديال هيد معانا. اهم شيء تفرد تعمل رينج اوف موشن هو مدى الحركه تبع المفصل كامل عشان نعمل سكويز للعضله وتعطينا ضغط دم. طيب احنا نعرف انه البايسبس هو الثاني للذراع والترايسبس هو مد الذراع، مع انه الترايسبس الها برضه حركه اللي هي رجوع للخلف، حس انت فيها، اعمل ايدك بشكل مستقيم وارجع فيها للخلف، بتحس انه صار عندك انقباض بالتراي وصارت عندنا شد فيها. عشان هيك اخترنا تمرين لازم نكون كل يعرفه اللي هي الكيك باك. الكيك باك لازم تكون وضعيه الجسم بشكل مستقيم، عندنا زي ما قلنا دائما المرفق او الكوع لازم يكون ثابت، اذا ما كان ثابت احنا راح نتغلب او راح نحرك معنا عضلات ثانيه زي الاكتاف الامامي او الخلفي. راح نمد كامل، نعمل سكويز شوي وننزل كامل سكويز وننزل. هذا تمرين اسمه الكيك باك، هو التمرين اللي بيساعدنا لللونج هيد تبع التراي. مبنى نعمل ملخص سريع، تمرين التراي معروفه ومحبوبه عند الجميع، اهم شيء تحافظ على الصحه، عندك الرسغ ما لازم يتحرك مع التمرين ثابت، الكوع ما بتقدم ولا برجع ثابت في مستوى الجسم لقدام شوي، ونحافظ على وضعيه الجسم، رجلين متنيه عشان نحافظ على اسفل الظهر، الجذع اهم شيء يكون متني، الاكل 80% من 60 ل 80% بيساعدك على التمرين، من 20 ل 30% تحسن بالتمرين، نحافظ على التغذيه الصحيه السليمه علشان نبدع في التمرين الحديد. شكرا.